بنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى انكم بخير اليوم البنات غادي نتقاسم معكم كما شفتوا في العنوان المشتريات اللي درت من بريمارك كنت درت معكم التور اللي صورنا قبل ودابا غادي نتقاسم معكم شنو شريت ما غاديش نطول عليكم غادي نبدا بداكشي اللي خديت لي انا ابري غنوري الاياد شنو خديت ليه ابري غنوري لكم شنو خديت في داكشي ديال الديكوراسيون في بلاصه فين كاينه الديكوراسيون كيف ما صورت لكم ديك المره الوغ نبداو بالبيجامات بدا البرد ديجا الشكل صب عندنا اليوم اول حاجه غادي نوريكم البنات هي هاد البيجامه كنت وريتكم صورتهم لكم ديك المره هادو اللي كيديروا 10 اورو كيجيو هكا كاغو وكاينين في لي كولور خديت هاد اللون هذا كيجي الفوقاني هكا والسروال كيجي هكا من الفوق ومن التحت كيجي محلول خديت هاد اللون كيف ما قلت لكم خديت لاطاي ام وخديت هاد لا كولور حتى هي ها هي اوبس ها هي هاد الغوز هكا تا هو بلي كارو خديت حتى هي في الام وحتى هي كدير 10 اورو السروال تاع هي ديالها نفس الشكل هادو جوج بيجامات الاولين البيجامه الثالثه فوقاني ها هو تحتاني هادو تا هما كنت صورتهم ليكم البنات هادو كيجي التوب ديالهم مرطب ديال المبره مي خفيفه مي كيكونوا سخان هادو البنات كيديروا 12 اورو الفوقاني كيجي بحال هكا والسريوير كيجي هكا ومقبوط من التحت كنت وريتكم الالوان ديالهم هذه خديتها في الاس ما نعرف جاتني الام ديالها كتبان كبيره نوريكم بيجامة الاخرى هذه البنات كنت صورتها لكم فريمون زوينه سخونه والتوب ديالها رطيب هذه كيجي الفوقاني ديالها بحال هكا هذه البنات شحال هذه راه الاس وشوف كي كتبان كتبان واسعه هذه غير الاس فريمون كاينين شي حاجات في بريمارك كيكونوا لي طاي ديالهم كبارين هذا الفوقاني بوحدو والتحتاني بوحدو ما كتباعش دو بيس هذا الفوقاني ب 12 اورو ها هو هكا والتحتاني حتى هو ب 12 اورو حتى هو ب 12 اورو دونك تجي بيجامه كامله ب 24 اورو بيجامه الاخرى البنات من هادوك ديال هادو ديال 13 اورو ديال ديزني هذه خديتها ب 13 اورو التحتاني ديالها كيجي بحال هكا هادو البنات كانوا فيهم ديال 13 اورو فيهم بزاف لي كولور ولكن لي طاي لي قدي انا لي عجبوني ما كاينش في الام الام كتلقاوها طارت حيت هي اللي كتمشى بزاف فوقاني كيجي بحال هكا والتحتاني هكا هادي البنات ب 13 اورو وشنو خديت عاوتاني خديت البينوار اللي كنت تخاصمت معاكم فريمون زوين هاد البينوار رطيطب كيديروا 18 اورو كيف قلت لكم هادوك طوال كيكونوا رخص من القصار هذا كيدير 18 اورو هكا هي بالمبره وفي الفوغور من الجناب وفي وهنايا في القب وفي هادو كيجي زوين ابخي شنو خديت لي انا خديت هاد الكابوش فينالمون خديت هادي كنت شفت شحال من وحده في الاخر خديت هادي هادي البنات خديتها في تاي ام كتجي بحال هكا وفيها الجويبات من هنا هادي البنات مع الجين وشي هكا دي زيسبا ولا دي بوت كتجي لبسه زوينه هادي ب 12 اورو هادي راه ام مي كتجي واسعه هي اللبسه ديالها ستيل انه كيجي واسع شنو خديت هادي كنتو شفتوني دايراها هادي خديتها هاد البيريه هادي ب 5 اورو وخديت لي عاوتاني كنجبد هذا فريمون حمقني البنات هذا كيف قلت لكم راه خارجين هاد كاري روج ونوار خارج هاد العام كاين في لي شوميز كاين في لي مونطو انا عجبني هذا هذا يجي مع بونطالون مع سروال ديال الجين وسروال الكحل ولا يجي مع شي جوب تكون في الكوير في الكحل تجي لبسه زوينه هذا الفوق هذا ب 16 اورو البنات هذا قيسته عجبني حتى كنت خارجه وبان ليا وخديته
الوغ شنو عاوتاني من بريمارك خديت هذه البنات هذا البوني هذا كيدير جوج الاورو باغفوا كنبغي ندوش وما كنبغيش نغسل شعري دوكو كان كيف ما كنبغيش يفزق ليا هادو رخاصين عنده والتيسو ديالو زوين خديتهم رخاصين جوج اورو خدنا خديت عاوتاني الوغ خديت هاد لوسيت تاع المانيكور هذا فيه المقص والمقص ديال الضفران وباش كتحيدو دوك الحماهات وفيه بزاف د العيبات المهم كيدير غادي نجربو كيدير جوج الاورونس كنت صورتو ليكم في الفيديو وخديت هاد لي بيوتي بلندر ديجا واخده منهم عندي وخديت جربتهم عجبوني دونك زدت منهم خديتهم بجوج الاورونس زوينين البنات ورخاصين من بريمارك البنات عاوتاني هاد لي بلو البازيك البنات عندهم زوينين الا لقيتهم خذوهم فريمون زوينين عرفتي رطبين فريمون رطبين ولكن ما لقيتش كاينين في لي كولور مي لا طاي ام ما كايناش ما لقيتهاش انا ملي مشيت المهم كاين يديروا 8 اورو هادو البنات كيجي مع مونطو والسروال دي بوت وصافي فريمون كيسخنوا وراهم كيتجبدوا فيهم في لي كولور كاين لورانج كاين راسو كنت صورتهم ليكم كاين نوار مي كاينين لي طاي كبار كاين اكس ال ال وما كاينينش لي طاي قدي انا ما كاينش هذاك ديجا درت فيه كوتون هذا خديته من البلاصه عندهم عرفتي هذوك المنظمات عندهم زوينين ورخاصين هذا خديته بجوج الاورو ديجا درت فيه كوتون زوين هذا ديال الكوتون هكا ديسك ومنسلق هادي باش نسالي معايا انا وندوز الاياد خديت هاد لا شوميز هكايا كتجي حتى هو هاد التوب خارج ديجا كان خرج في الصيف وباقي دابا هادي البنات خديتها في لا طاي ام ب 15 اورو 99 هادي مع شي ديباردور في النوار باسكو كتبين و وصافي وبيل وجينز والسروال تجي لبسه زوينه ودابا غادي ندوزو الاياد بالنسبه للاياد البنات خديت ليها هكا حويجات ديال البرد كتعرفوا البنات الدراري دغيا كيكبروا فريمون كل شهر ضروري خاصكم تاخذوا ليهم انا تبارك الله دغيا كيكبروا دونك ما كنبغيش ناخذ ليه كتاخذ ليه هذا الشيء الثمن كيبقى مناسب كوم سا باش ما يضيعوش الو اول حاجه غادي نوريها لكم البنات هي الجاكيطه ديال الجينز شحال زوينه واعره عجبتني حمقاتني غير شفتها زديتها مستيلي هكايا بالجينز والداخل ديالها هكايا مقطع سخونه وجات قدو نيشان هذه البنات كدير 16 اورو زوينه ثاني حاجه غادي ندير لكم بشويه بشويه ثاني حاجه هاد الكابوش هذا حتى هو سخيخن من الداخل شو كيف داير من هنا قطن ومن هنا سخون بحال هكا هذا البنات كيدير 10 اورو خديت ليه مع واحد السريوي ديال الشوكفيت هذا البنات كيعجبني انا الوليدات كيلبسو سبورتيف من الاحسن كيبقاو تاهما اليز دغيا دغيا وتا انا كنتحكم فيه باش نلبسو دغيا دغيا حيتاش ما كيبغيش يلبس الو بيجامات نوريكم كاع البيجامات اللي خديت ليه خديت ليه ربعة البيجامات ربعة فريمون بيجامات البنات ديال الوليدات لا ديال الوليدات ديال البنات الصغيورين سخانين وزوينين ورخاص الو خديت لي اول وحدة هي هادي كتجي هكا فوقاني بحال هكا ولتحتاني سريويل هكا داير قبط من التحت هادي البنات بسبعة اورو هادي بسبعة اورو البنات وهادي حتى هي بسبعة اورو هذا الفوقاني هكايا بلو في دراغون والسريويل بحال هكا حتى هويا وسخيخنا حتى هي بسبعة اورو ثالث وحده هي هذه ديال ميكي هذه الفوقاني بحال هكا في الزراق وهذا في الغوج بونطالون في الغوج هذه كدير ديال ديزني كيديروا ليهم ديال الوليدات الصغار 8 اورو هذه ب 8 اورو البنات وهذه سخيخنا حتى هي زوينه فنا شو عجبتني المهم هذه حتى هي ب 7 اورو وسخونه وزوينه لي بونطوفل كانوا عاجبني مي ما لقيتش لي لا بوانتور ديالو ملي كان ما لقيتش لي لا بوانتور حتى رجعت ان شاء الله وناخذ ليه بونطوف ما عندوش هذه البنات خديت لي هذا البوني هكا داير وفي هذه اللعيبه هنايا هذا البنات ب 4 اورو جي زوين هذا البنطالون هذا البنات سروال ديال السيرفيت
وفيه الجيوبه بحال هكا شو شحال ستيلي واعر عجبني انا كيعجبني هذا الشكل ديال السراو هذا البنات كيدير 7 اورو 7 اورو هذا السروال هذه التيشيرت فيها الفوقاني والتحتاني هذا السراويل كيجي بحال هكا ب 4 اورو والفوقاني ديالها كيجي هكا حتى هو ب 4 اورو دونك كامله كدير 8 اورو طوبي مزيان عليكم هذه السيرفيت هذه سيرفيت اخرى هذه البنات هذه السروال ديالها كيجي بحال هكا والفوقاني هكا بحال هكا هكا كيجي دو بيس هذا عند ثوازيم الفوقاني ديالهم كيتباع ابار هذه البنات ب 10 اورو الفوق لا 11 اورو السروال او بول ب 11 اورو عاد خديت ليه الكابوش ديالو اللي كيجي من الفوق في النوار وفي الروج وفي هكايا ديال ميكي هادي شتي كيفاش كتجي كتجي 3 بيس هادي البنات الفوقاني كيدير 12 اورو 12 اورو زوينه فريمون زوينه كتجي في لبسه واعره الو خديت ليه هاد البونطالون هذا هاد السريويل هكا كلاس يجي مع سبيبيت في جويبات بغيت نوريكم جويبات من اللور في جويبات بحال هكا وفي هاد اللعيبه بلو من تحت هذا ب 7 اورو وخديت ليه سريويل اخر هكا داير ستيلي زوين يدير طايلي فيه ومن تحت هكا هذا البنات هذا ب 8 اورو السروال هذا ب 8 اورو وخديت ليه معاه هاد البول ديال الصوف صوف رقيق مي سخيخن حتى هو ب 8 اورو يجيو اونصومبل مزيانين وخديت ليه هاد لي بول البنات كيحتاجهم في البرد مع المونطو ولا مع الجاكيت كتكون سخونه هادو البنات خديت ليه واحد كاينين بزاف الانواع بزاف الاشكال كاين جوج وخديت لي هذا فيه بابا نويل هذا بابا نويل هادو البنات كل واحد فيهم كيدير اورو 80 ما واصلينش جوج د الاورو وخديت لي هاد لي بودي بالكماي دابا مع البرد الحار خديتهم ليا بالكم ما لقيتش كنت باغا ناخذ اكثر مي ما لقيتش لاطاي ديالو خديت لي باكيه فيها 3 ب 4 اورو زوينين هادو البنات فريمون شي كاليتي ديالهم احسن من الكاليتي ديال البوديات ديال كيابي فريمون احسن منهم انا جربت ديال كيابي وجربت هادو مي هادو ديال بريمارك كوت القطن ديالهم احسن اخر حاجه البنات غنتقاسمها معكم هي شنو خديت في لا ديكوراسيون اول حاجه هي هاد المرايه هادي هادي البنات كانت دايره 10 اورو ورجعوها ب 6 اورو نقصوا منها 40% خديتها باغا نلصقها في المرح وثاني حاجه هي هاد الشميعه هادي شو شحال شكلها زوين كانت صراحه ندمت ما خديتش الكبيره ما الا رجعت ولقيت باقي ناخذها فريمون زوينه كنت صورت لكم في لا فيديو الكبير ديالها كيف داير ولكن الكبير خاوي تقدر دير فيه شمعه تقدر دير فيه شي هكا شي فاز المهم هذه البنات صغيره فيها شنو هذا جولد ديال الفاني ب 6 اورو هاد الشميعه هادي وخديت هاد العيبه هادي هاد البواط هادي كتجي بحال هكا من هنا جاج ومن هنا دوغي وكتحل هادي البنات ب 7 اورو كدير 7 اورو وخديت اخر حاجه هو هاد البلاطو هذا دوغي ولا بلاطو هكا داير هذا البنات ب 5 اورو الباقي لي بري ما حيدتهمش تنصور لا فيديو قلت تنصور لا فيديو غدا نحيدهم المهم هكا وغنحط فيه حدا شي حاجه وصافي سيتو هادشي اللي خديت البنات من البلاصه اللي فين كاينه داكشي ديال الدار نتمنى البنات ان هاد لا فيديو عجبتكم و جيسبر انكم تكونوا انا بعدا كيعجبوني هاد لي فيديو اول كيعجبوني بزاف كنبغي نشوفهم دونك نتمنى ان نتوما تكونوا عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ديروا لي لايك هكا باش تدعموني والى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم.